السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أطفالي يا حلوين، عاملين ايه؟ ان شاء الله دايما تبقوا في صحة وسعادة وهنا يا رب. النهاردة بقى نحكي حكاية مين؟ منى الشقية. منى دي كانت بنت حلوة كده زنططة بس شقية. فمامتها كانت ايه؟ راحة فرح، فماما راحت حطت مكياج وخدتها معاها وراحوا الفرح. فقبل ما تروح الفرح لقت منى مش موجودة، مش عارفة راحت فين. قال لها هي البنت راحت فين؟ يا منى يا منى. البنت مش قادره ترد. المهم دخلت ايه تشوفها، لقت منى بقى ايه حاطه روج ومبهدله نفسها. فبتقول لها ايه ده يا منى، ايه اللي انت عاملاه في روحك ده؟ لا يا ماما انا رايحه الفرح. لا رايحه الفرح وايه اللي حاطاه في وشك ده؟ قالت لها روج يا ماما زيك، انا لازم ابقى حلوه كده واموره عشان هم روح الفرح يصولوني وابقى زي العروسة كده حلوة. قالت لها يعني انت عايزة تبقي زي العروسة؟ قالت لها يا ماما انا لسه هقبل، انا عايزة ابقى عروسة بس صغيرة وأمولة. قالت لها خلاص طب شيلي اللي انت عاملاه ده كله وانا هعمل لك انا ايه حاجات حلوة في وشك جميلة. لا لا يا ماما انا همشي زي ما انت عملتي، انت انا همشي كده بشكلي يا ماما كده. قالت لها يا حبيبتي لو رحنا كده هيضحكوا عليك، انت كده عامله زي البلياتشو. قالت لها لا يا ماما بلياتشو ايه، انا حلوه وجميله، يلا يا ماما بقى عشان ما نتاخرش عشان انا ابقى احلى من العروسه، يلا يا ماما. يا بنتي يا حبيبتي تعالي اسمعي كلامي، تعالي اغسلي وشك ده وانا هعمل لك مكياج حلو، يلا يا ماما، يلا يا حبيبتي يا قلبي يا حلوه. قالت لها يعني يا ماما انا حلوه؟ قالت لها اه يا حبيبتي انت جميله. قالت لها خلاص يا ماما انت اللي قلتي انا حلوة، يبقى يلا يا ماما نروح الفرح مع بعض. راحت قالت لها يلا، انت اللي هتزعلي، ما تبقيش تعيطي بعد كده. قالت لها لا يا ماما انا مش هعيط، انا هبقى فرحانة يلا. المهم خدتها وهي وشها متلخبط كده ومش قدرت تسمع كلامها وراحوا الفرح. اول ما راحوا الفرح العيال اصحابها الصغننين بيعملوا ازاي؟ يا طنط يا طنط هي فين منى؟ قالت لهم منى منى ما هي قدامكم اهي، هي دي اللي ملخبطه وشها بالاحمر. العيال بقى يعملوا ايه؟ قعدوا يضحكوا على منى، قعدوا يضحكوا وهي تقول لهم انتوا بتضحكوا على ايه؟ انتوا شايفين بلياتشو قدامكم؟ قالوا لها يا نهار ابيض ايه اللي انت عاملاه ده يا منى؟ انت بوظتي وشك خالص. قالت لهم لا انتوا متغاظين، ده انا حلوه واموره واحلى من العروس. المهم ايه، مين بقى اللي شافتها؟ تيتا. تيتا بجدية بتسألها بتقول لها لا امال فين منى، ما جبتيش منى معاكي ليه؟ قالت لها منى هو انتوا حكايتكوا ايه، انتوا مش شايفين منى؟ ما هي اللي قدامكوا دي اللي ملخبطة وشها. قالت لها يا نهار ابيض ايه يا بنتي اللي انت عاملاه ده، ايه اللي انت عاملاه في وشك ده؟ قالت لها ايه يا تيتا انا حاطه روج. قالت لها روج؟ روج ايه يا بنتي، ده انت ملخبطة وشك، ايه اللي انت عاملاه ده كده يا منى؟ وانا بقول عليك شاطره وبتسمعي الكلام. يا طنط ايه؟ قالت لها يا طنط طنط ايه يا بنت انا تيتا. قالت لها اه صح انت تيتا، طب ايه يا تيتا مش المفروض ان انت تقولي لي برافو وشاطره؟ قالت لها برافو برافو وشاطره، اقول لك برافو وشاطره على ايه؟ على اللي انت عاملاه ده، انت ملخبطه الدنيا ومبوظه وهدومك كمان اتبهدلت وانت بتسمعي كلامها وتجيبيها كده. قالت لها ما رضيتش وقعدت تعيط. قالت لها المهم راحت عملت لها زي امشي يا بنت اغسلي وشك ده وتعالي. قالت لها لا انا لو رحت هيبقى وشي باظ. قالت لها هو بايظ، هو دلوقتي كده وشك بايظ، اغسلي وشك وتعالي. المهم ما سمعتش الكلام، راح باباها رخر كان في الشغل وجه على القاعه، فبيبص لقى ايه تيتا وكلهم حاضرين ومش شايف منى. الله امال فين منى، ما جبتهاش معاكي ليه، انت سبتي البنت فين؟ قالت له ما هي منى اللي قاعده قدامك دي اللي ملخبطه وشها بالاحمر. قال لها ايه ده يا منى، ايه اللي انت عاملاه في روحك ده، انت وشك بايظ قوي. قالت له ايه ده يا بابا، وانت كمان يا بابا، ده انا بحبك قوي يا بابا. قال لها لا ده انت جميله قوي حبيبتي، انت شكرا انت عسل. راحت مامتها بقى قالت له ايه ده ايه ده، انت هتنافق، انت كده بتقول بتشجعها وتقول لها انت حلوه وعسل، يبقى هي مش هتغسل وشها وهتفضل كده. راح قال لها امال اعمل ايه، اخليها تعيط يعني؟ قالت له مش مهم لما تعيط
وهي عارفة ان هي عاملة غلط، غير لما انت بتضحك عليها كده والكل هيضحك عليها. راح قال لها انت شايفة كده؟ قالت له اه. راح مسكها، تعالي هنا يا منى. قالت له نعم يا بابا. قال لها ادخلي دلوقتي الحمام، اغسلي وشك وتعالي هنا، اللي انت عاملاه في روحك ده انت بوظتي الدنيا يا منى. راحت قالت له ايه يا بابا؟ وقعدت تعيط بقى. قال لها يلا يا بنت، انا ما بيهمنيش تعيطي يلا. المهم دخلت وغسلت وشها وجات لهم، وكانت متبهدله والفستان اتبل ميه والدنيا بايظه. فاخت مامتها عسوله كده كانت جايبه فستان حلو هي، وجايبه هديه، جايبه هديه لمنى. فبالصدفه لقيت الفستان اتبهدل وكله ميه، فقالت لها ايه ده، انا هروح بيك ازاي؟ راحت اختها قالت لها استني استني، انا جايبه هديه حلوه قوي لمنى، جايبه لها فستان جميل قوي. المهم منى اول ما عرفت قالت لها ربنا يخليك ليا يا طنط يا خالته يا حبيبتي. راحت خدت الفستان ولبسته لها وايه، وقالت لها تعالي كمان هعملك مكياج حلو. وراحت عملت لها مكياج جميل على قدها صغنن، وراحوا دخلوا القاعه والكل بقى يقولوا ايه ده، ايه البنت الحلوه دي، ايه العروسه الجميله دي. راحت مامتها بقى قالت لها ايه ده، شفتي يا منى، شفتي لما خالته عملت لك المكياج بقيتي حلوه والكل بيقول عليكي عروسه حلوه. قالت لها اه يا ماما صحيح، كلهم بيقولوا عليا حلوه وعروسه جميله. قالت لها ما عشان كده ما تعمليش حاجه تاني من دماغك يا منى، وتسمعي اللي احنا نقول عليه. قالت لها اه صح يا ماما، انا اسفه يا ماما، حقك عليا يا ماما، انا مش هعمل كده تاني. قالت لها خلاص يلا روحي اقعدي جنب العروسه وتصوري معاهم يلا حبيبتي. بصوا الحكاية خلصت وجميلة وحلوة. ده بقى بيقول لنا ايه، ان احنا دايما ما نعملش حاجة لوحدنا الا اما ماما هي اللي تقول لنا، ومش من دماغنا، كل حاجة ماما اللي تقول عليها هو اللي صح. واختك الكبيرة ليكي اخت حلوة كبيرة برضو تسمعي كلامها. فالحياة ما بتمشيش كده، مش احنا اللي هنعمل في دماغنا ونمشي بيه، لا. حتى لو انت صغيرة اسمعي كلام ماما. وعلى فكرة الكبير برضو لو اخت كبيره ومامتها لازم انت تسمعي كلام مامتك، مامتك هي الكبيره، هي اللي عايشه في الدنيا اكتر مننا وتعلمت في الحياه اكتر مني. فدايما كلنا نتعلم من بعض، وربنا دايما يدوب المحبه بينا ويخليكم دايما ليا يا رب، ويخلي لكم عيالكم الحلوين. ويا رب تكون حكاياتي حلوه وتكون بتعجبكم. لو انتوا عايزين حكايات من دي كتير قولولي في الكومنتات وانا اعمل لكم حكايات كتير. الحكايات دي انا مش بجيبها من كتاب، الحكايات دي انا بألفها من دماغي وبجيبها بس بصورة ان انتوا توصل لكم ان انتوا تعرفوا تعملوا الصح، ومحدش يعمل غلط. يعني انا بعلمكم ان انتوا تعملوا حاجة صح، وكلنا بنعلم بعض. شكرا والى اللقاء يا اطفالي يا حلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.